3 معاكم ميس ايمان سيد من قناه ميس ايمان. ان شاء الله النهارده جريد 3 هنبدا مع بعض، هناخد لسن 3 يونت 2 اللي احنا بدانا فيه لاست كلاس. بس قبل ان شاء الله ما ابدا اليونت بتاعي، يا ريت ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب للقناه، القناه قدامكم اهي. يا ريت ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب للقناه. وعلى فكره انا منزله بي دي اف لكل السيلبس اللي انا بشرحها، اللي هي ديسكفر وكونكت كونكت بلس، ليهم بي دي اس عندي على القناه عشان اللي عايز يتابع معايا يدخل ويعمل داونلود للبي دي اس ويتابع معايا الكلام ويتابع معايا الشرح اللي احنا بنشرحه. بس ما تنسونيش، بس انا اهم حاجه بس ما تنسونيش الشير واللايك والسبسكرايب للقناه. طيب تعالوا بقى النهارده هنبدا مع بعض. تعالوا النهارده نبدأ مع بعض. هكتب كونكت النهارده نبدأ مع بعض اهو. النهارده بقى يا جريد 3 هبدأ معاكم النهارده يونت ليسون 4 ليسون 4 في يونت 2. طبعا احنا عارفين ان يونت 2 كنا بنتكلم فيه عن الانسس والانسس الامراض، وقلنا طبعا كنا اتكلمنا فاكرين لو كنت تفتكروا معايا دي ستومك ايك وكف كحه، واتكلمنا عن الكف وستومك ايك وسيك والكلام ده. اظن احنا يعني لاست كلاس كنت كلمتكم في الكلام ده. اوكي، اتكلمنا عن الكف واتكلمنا عن الستومك ايك واتكلمنا عن الهيد ايك واتكلمنا عن حاجات كتير. طيب النهارده بقى مع بعض هناخد لسون 4، وطبعا قلنا الفوكاب الموجوده في لسون 3 طبعا ده كله هراجعه ان شاء الله لما اخلص اليونت. هيبقى في عندي اكسرسايز هنراجع بقى طبعا ايه ده، الاكسرسايز ده هيبقى ايه شامل اللي احنا كل اللي احنا خدناه. تعالوا بقى النهارده مع بعض هناخد لسون 4 كده مع بعض. لسون 4 هنا ايه، اول حاجه عندي هنا ايه فونكس اللي هي سي كي واس كي. تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي الفونكس هنا بيتكتب. هنا عندي كلمه كين، سكين سكين يبقى اس كي بتنطق لك دي سكين، سيك 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 مريض، كيرت 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 اللي هي جيبه، بلاك بلاك يبقى عندي سيك بلاك، وعندي سكين سكيرت سكاي. اوكي تعالوا بقى هنا مع بعض نشوف. هنا عندي كلمه دك بطه، سكاي ينط، كيك يشوط، جاردن حديقة، بريتي جميلة، بريتي زي بيوتفول كده يعني لها نفس الميني معنى جميل 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 يعني بول يعني ايه كول. طيب هنا تعالوا بقى نبص مع بعض. هنا عندنا دي ارينج بسنتنس. طب الكلمة دي تفتكروا معايا هنبدأها ازاي؟ طبعا هنا مش حاطط، طبعا انت بتقول يا مس ايمان طب هنا مش حاطط لنا ليه لاين على الكلمة ليه بقى؟ لان يعني المفروض كبرنا ونعرف الكلمة بتتكتب ازاي، يعني المفروض انت لو عارف الفوكاب بتتكتب ازاي مش محتاج بقى ان احنا ايه نحط لك. يعني ممكن يكون في جريد 1 وفي جريد 2 يحطه عشان لسه في الاول، لكن احنا المفروض لما بنكبر شويه بايه المفروض الوضع ايه بيختلف معانا. فتعالوا بقى هنا نشوف بقى مع بعض نكتبها ازاي. هنكتب بقى كده مع بعض. هنا كلمة سكاي يعني كلمة زي كلمة سكاي كده ريتن لايك دي سكاي ريتن لايك دي. طبعا انا لو عارف حافظ الفوكاب هعرف اكتب سكاي. طب انتوا طبعا هتقولوا ايه مثلا، يبقى مطلوب مني ايه؟ مطلوب منكم ان انتوا تذاكروا الكلمات عشان تعرفوا. هنا سكاي سكاي اللي هي ايزي، كلمة سكاي 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 اللي هي ايزي ريتن لايك دي سكاي دب. مهم جدا تبقى عارفين الكلمات عشان ايه تعرف تكتبها. يعني كلمه دك، عندي كلمه سكير، عندي كلمه سكار. مهمين جدا الكلمات دي تبقى ايه تبقى محفوظه عشان تعرفوا ايه
يعني المفروض ان انت ايه تبقى حافظ، سواء جات لنا مسنج سواء جات لنا ري ارينج لازم تبقى الفوكاب تبقى محفوظه. ايه بص هنا بقى معايا، هنا بيقول ايه بقى هنا، طب هنا دي كلمه تبقى ايه جارد، هنا ايه دي كلمه، هنا هتبقى ايه، هنا هنا الكلمه دي تبقى ايه سكاي، سكاي اللي هو ايه يو نوت سكاي، كيك يشوت، هنا عندنا ايه سكين باين ناقص كده، سيك بلايك، هنا بلايك تاني بلايك، هنا ايه سكاي، طبعا سكاي احنا قلناها فوق طبعا، يعني مش هتبقى صعب عليكم لو كتبتوه، دارك كير سكاي كيك. طب تعالوا نشوف سؤال البنكويت ده، سؤال البنكويت ده طبعا انا هحاول احل لكم، انا نفسي انتوا برضو تتدربوا عليه، بس انا هوريكم ازاي السؤال ده بيتحل، لان مهم جدا سؤال البنكويت ده بيجي في الامتحان ومهم جدا، وحتى لحد ما توصلوا جريد 4 برضه هيجي لكم سؤال البنكويت. طب سؤال البنكويت ده بنحله ازاي؟ طبعا سؤال البنكويت ده عشان ده سؤال سهل جدا والمفروض احنا نضمنه. ايه بقى؟ طب هنا عندي كلمه هاو ار يو، طيب هنا عندي إيه؟ المفروض احنا بنحل بنعمل اندرلاين على الكلمه اللي احنا هنصلحها. يعني هنا عندي كلمه تشيك ليست، طبعا انا ببدا السنتنس او ببدا الفيتشر او ببدا سنتنس اي سنتنس عادي، المفروض ببدا سمول لتر ولا كابيتال لتر؟ طبعا ببدا كابيتال لتر، يبقى هاو هنا دي رونج، يبقى هاو دي تتكتب كابيتال لتر. طيب وفي حاجه ثانيه ناقصه عندي، هاو ار يو المفروض هنا عندي ايه كوتشن، ايه ده كوتشن، يبقى المفروض كوتشن مارك، يبقى انا عندي الكوتشن مارك كانت ناقصاني وعندي هنا الاتش كانت ناقصاني، يبقى دي سؤال بنكي. هنا اي ينفع تبقى كده؟ لا اي الوحيده لازم تكتب في اي مكان تيجي فيه لازم تكتب كابيتال لتر، اي ونحط هنا ايه فول ستوب. طب هنا شيل دي كابيتال لتر، طبعا هنكتب شيل كابيتال لتر. طب انا عايزاكم بقى الثري سنتنسز دول كلهم از هم، اوكي از هم، انتوا بقى جربوا بقى تحلوا لوحدكم، انا وريتكم ازاي انتوا تحلوا في الثري سنتنس اللي فاتوا، انتوا بقى فكروا بقى في اللي جاي. خلاص ادينا احنا اتعلمنا ازاي نعمل السؤال الايه البنكي، تعالوا بقى نحل مع بعض السؤال اللي بعد كده، بعد كده ايه طبعا دي ايه خدوا بالكم في سؤال اسمه بانك تويت وسؤال اسمه كوبي ذا فولينج، كوبي يعني تكتب الكلمه السنتنس زي ما هي، لكن البانك تويت يبقى فيها ان انت هتصلح تعمل ايه تغير الغلطات الموجوده اللي هي بنقول علامات التبطيل. عندها كلمه فيفر، طبعا احنا فيفر دي احنا خدناها فوق لو تفتكروا، فيس اللي هو وات، كيس براش يغسل اسنانه، ووش هاندز، هيلثي فود طعام صحي، تشو منديل، سوب صابون، ويت اللي هو مبتل، دراي جيف، عند ويت مبتل دراي الاوبوزيت، الاوبوزيت ويت مبتل دراي جيف، كفر كفر يغطي، في هنا عندها تيك ياخذ. تعالوا بقى بص هنا مع بعض، هنا في ايه شويه شويه انستراكتورز كده لازم نبقى حافظينهم او نبقى عارفينهم عشان ممكن يجي لك ايه يجي لك يجي لنا حاجه فيهم في الاكزام نبقى عارفين. بقول ايه دونت تاتش يور فيس، ما تلمس وجهك، يعني المفروض انت ما تلمسش وجهك، يعني عايز يقول لك ايه ان انت ايه عشان احنا بنبقى جايين مثلا من بره او كده، فما ينفعش احنا وي تاتش اور فيس ويز ايه اور هاندز، ان احنا لازم الاول ايه تو واش اور هاندز، ان انت المفروض ان انت تغسل ايدك الاول قبل ما ايه قبل ما تلمس ايه تاتش ايه يور فيس. stay at home اقعد في البيت او خليك في البيت if you have a fever، لو عندك حمى ما تنزلش عشان ما تعديش الناس اللي حواليك. تعالوا بقى انت فين cover your mouth and nose with a tissue، طبعا انت فاكرين ايام ايام الكورونا كانوا بيقولوا لهم ايه حط المنديل ايه على ايه ايه on your mouth and and ايه and nose، ليه بقى؟ عشان ايه كانت ايه كانت ايه مات اذرز سيك، ان انت عشان ما تجيبش عدوى دونت جيف ان illness تو اذرز، يعني انت ما تجيبش ايه عدوى للناس اللي حواليك. eat healthy food كل طعام جيد، wash your hands with soap wash your hands with soap، يعني اغسل يدك بالصابون، smile to be happy ابتسم لتكون سعيدا، turn on water turn on water شغل الميه، brush your teeth turn on water، يعني ايه شغل الميه، brush your teeth اغسل اسنانك. تعال بقى نبص مع بعض، هنا بيقول لي what is the matter، يعني ايه what is the matter، هنا what is the matter ده يعني ايه ماذا بك، طبعا هي بتتكلم عن الايه الانسجه،
يبقى هنا ايه؟ يبقى احنا لما نقول what is the matter يعني انت ماذا بك او عندك ايه؟ I have a cold، انا عندي برد. هذا تشو يعني ايه؟ تشو الامعاء دي. Thank you. بص هنا بقى معايا. هنا بيقول لي read and make. اقرا وايه واعمل ايه؟ Don't touch your face. When which one is the don't touch your face this one. This one by this one. Another one. Stay at home. If you have a fever, can stay at home this one. This one. And number one, do this one. With this picture. Cover your mouth and nose with a tissue. اقفل يعني غطي بقك وايه وفمك وانفك بالايه بالتشو بالمنديل. يبقى ايه this one number three. طب eat healthy food. كل طعام كل طعام جيد. فين بقى eat healthy food؟ اه اللي هي number four اللي هي الابل. الابل دي من الهيلثي ايه فود. ابل يبقى number four. number four with this ايه one. طب exercise يعني اعمل تمارين this one. number five with this one. Wash your hands with soap. Wash your hands with soap. This one. This picture with this picture. Smile to be happy. ابتسم عشان تكون سعيد. Number seven with this one. This one. Okay. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض. بيقول ايه؟ هنا طبعا مديني شويه هنا مديني ماتشنج كلمه واحنا ايه نعمل لها ايه ماتشنج with another one. انا هنا اقول هنا brush. Brush your ايه؟ Teeth. Number one with number eight. This one by this one. I have a fever. أنا لدي إيه حمى. Wash, wash إيه? Wash your hands. اغسل يديك. What's, what the إيه? What is the matter? إيه ماذا بك أو أنت فيك إيه؟ طيب هنا عندك كلمة إيه؟ هنا إيه fever؟ إيه دي وهنا إيه إي آر. Brush R وهنا S. Tissue. إيه double tissue اللي هي double S. Double S U E. Double S U E. هنا صب. هنا صوب اللي هي تبقى هنا صوب اس او اس او اي بي هنا ويت ويت اللي هي مبتل دراي واي تيس اي او اتش ووش اي اس اتش كفر او بي اي او اوكي اظن احنا كده عرفنا الكلمات اللي احنا المفروض ايه هنكتبها. هنا عندي كلمه جوب وظيفه جوب go home يعود للبيت. job وظيفة go home يعود للبيت. wake up يستيقظ. حتى انت التيتشر لما معاكم في الكلاس لما تلاقيكم ان انتوا ايه wake up اصحوا ان انت ايه عايزه تقول لكم يعني ان انتوا ايه you must concentrate with me يعني ان انتوا تركزوا معايا. يبقى هنا wake up يعني يستيقظ. tomorrow اللي هي غدا اللي هناخدها بعد كده هنستخدم لها هنستخدم لها ايه؟ وير بلس الانفكتيف فور بس لسه هقول لكم بعدين لسه مش هتاخدوها دلوقتي. study مذاكر وير اللي هي ايه؟ اين وير وير انا بسال بيها عن ايه؟ البلاس. طبعا ده بيقعدش كوتش ما خدناه قبل كده. واتس يور نيم اسمك ايه؟ ام ساره. وات دو يو دو؟ دو هنا معناها جوب. ام ا نيرس اي هيلب سيك تشيلدرن. وير دو يو ورك؟ بتعملي فين؟ طبعا هي دام هي نيرس هل هتعمل في السكول؟ لا هتعمل في ايه؟ hospital. Do you like your job? هل انت بتحب مهنتك؟ Yes, I love my job. I like seeing happy, healthy children when they go home. انا بحب ان انا اشوف الاطفال الاصحاء لما يروحوا بيوتهم. What do you do? طبعا هنا لما اقول what do you do انا اقول what's your job? I'm a nurse. This one. Where do you work? اين تعملي? I work in a hospital. What's your name? I'm Ahmed. Do you like your job? No, he doesn't. لا ما بحبش. No, no, لا sorry, yes, I love my job. No, تبقى no, yes, not no, yes, yes, I love my job. This one. Okay, ما كان مستكفي. Read and make. نقرأ ونعمل إيه ماتش. هنا بيقول لي إيه؟ My name is Hassan. I'm sick. I'm in the hospital. أنا اسمي حسن. وانا عيان وانا فين في الهوسبيتال. فين هنا احمد فين هنا وات ام ان هوسبيتال فين هنا ام هوسبيتال هنا هو ماي نيم از حسن ام سيك انا مريض انا مريض انا في المستشفى. نمبر 1 و نمبر 3 there are a lot of beds in my room. في كتير من البيتس في الايه في الاوضه بتاعتي. نمبر 2 this one. يبقى دي هنا ام سيك يبقى ام سيك لا سوري ام سيك اللي هي تبقى نمبر ايه؟ نمبر دي.
نمبر 1 وذ نمبر 2 يبقى دي. There are a lot, there are a lot of beds in my room. في كتير من السراير في الأوضة بتاعتي. فين؟ في كتير من السراير في الأوضة بتاعتي فين؟ This one. I wake up and I eat my breakfast. Number 3 with number 8. Nurses help me give me medicine. هم بيساعدوني عشان يدوني المديسن. فين هنا اللي هنا بيساعدوني فين هنا عشان يدوني المديسن؟ Which is this one, number 8. Number number 4 is number 8. I study in in the hospital too. In hospital too, I like my teacher. أنا بذاكر في الإيه في المستشفى. Number 1 is number A with number B. Number 1 is sorry. Number 5 is number B. 5 is number B. In the afternoon, I see the doctor. He is kind. في بعد الظهر بشوف الدكتور بتاعي هو شخص ايه طيب جدا. يبقى فين وير ذا دكتور هي؟ سوري انا على فكره في حصلت لخبطه هنا. هو المفروض نيرسز هيلب مي زي جيف زي جيف مي ميديسن اللي هي جيف مي ميديسن نمبر دي نمبر 4 نمبر دي. طيب اللي هي بتاع اللي هي دكتور اللي ان ذا افتر نون اللي هي نمبر 6 ونمبر 2. في هنا لخبطه بس حصلت تاني هقولها لكم. طب هنحاول اقولهم لكم مره تانيه عشان بس ايه في ميستكس حصلت مني وانا ايه احاول ان انا اوصلها. My name is Hassan. I'm sick. I'm in the hospital. أنا عيان وأنا إيه في المستشفى. يبقى فين؟ هقول بقى number one دي number one إيه؟ number اللي هو ده مين؟ ده حسن. I wake up. I eat my breakfast. Sorry. There are a lot of beds in my room. يبقى number two is number eight. Lots of bread جدا. Number two. I wake up and eat my breakfast. This three is number eight. Five. Four, nurses help me, they give me medicine. بيساعدوني بيدوني المديسن. يبقى اللي هيديني المديسن فين؟ النيرسز نمبر 4 ويز نمبر دي. اوكي؟ نمبر 5. I study in the hospital too. I like my teacher. انا بحب ان انا اذاكر انا بذاكر في المستشفى يعني ايه وهو تعبان بيذاكر في المستشفى. يبقى هنا نمبر 5 ويز نمبر ايه؟ بي. نمبر 5 ويز نمبر دي. طيب. In the afternoon, بعد الظهر, I see the doctor, he is kind. أبقى أشوف الدكتور هو إيه طيب جدا. Number 6 is number 8. I can go home tomorrow, I'm إيه happy. أنا روحت البيت, أنا هروح البيت غدا, أنا إيه مبسوط. Number 7 is number G. تعالوا بقى هنا مع بعض ناخد هنا إيه, طبعا هنا ده التست هنا هنحله مع بعض, ده هيبقى ريفايز كده على كل اليونت اللي احنا فاهمينه. فحاول بقى ان احنا نفكر مع بعض كده. Are you okay؟ طبعا هو بيقول له هل انت بخير؟ I have a teeth brush. Your teeth healthy food. No, I don't feel well. Fever, turn on water. يعني ايه افتح الماء. Are you okay؟ طبعا بيقول له no, I don't feel well. انا مش شاعر بان انا ايه مش كويس. يبقى number one with number two. This one by this a one. Okay, انا بعمل لكم كده بالهايلايت عشان تبقى عارفين. I have a, I have انا لدي ايه؟ طبعا I have تيجي برضه مع الالفاظ او مع الامراض. ايه؟ I have a fever, I have a headache, I have a, I have a stomach ache. يبقى number one with number A. I have a cough, لدي كحه. يبقى number two with number D. Eat ايه؟ هو بيقول له هنا هياكل ايه؟ healthy food. يبقى number three with number B. Brush A, brush your teeth. Number 4 with number A. تعالوا بصوا هنا مع بعض. طبعا هنا مازن وعمرو. عم مازن بقى بيسأل what's the A؟ طبعا هنا بيسأل ايه؟ بيسأل هيقول what's A؟ طبعا الاكسبريشن اللي احنا استخدمناه طول الليسون كان اسمه what's A؟ What is the matter؟ يبقى هنكتب هنا ايه؟ matter. What is the matter؟ My stomach A hurts. يعني ايه معدتي بتؤلمني. طيب هنا نقول ايه؟ هنا بصوا بقى هنا. I feel ايه؟ I feel انا شعري sick. I feel sick. Go to the doctor. تعالوا هنا نحل مع بعض الاكسرسايز ده. هنا كلمة mouth. أظن إحنا عارفين كلمة mouth بتبقى M-O-U-T-H. Nurse. N-U-R-S-E. هنا دي إيه دي؟ bone. bone اللي هي إيه؟ اللي هو عظم. B-O-B-O. ان طبعا انت هتعرف تكتبهم لو انت حافظ الكلمات هتعرف تكتب. تعالوا بقى نحل الاكسرسايز اللي قدامي ده نحلهم كده مع بعض.
هنا بنقول ايه؟ is the matter. طيب هنا عندي ايه؟ احنا ايه الاكسبريشن اللي استخدمناه يا جريد 3 هنا عشان نقول ذا ماتر؟ وات از ذا ماتر؟ ماذا بك او ماذا تقول؟ اي براش ماي، هنا اي براش ماي ايه؟ ينفع اقول براش ماي فيس؟ رونج. ينفع اقول براش ماي هاندز؟ في حد بيمشط ايديه او بيمشط وشه؟ لا، براش ايه ماي ايه؟ تيز. طبعا انت بتقول لي مثل ما انت بتقول لي كده، بقول لكم كده عشان انت في الامتحان وانت بتحل تبقى فاهمه تختار ايه، مش تختار كده وانت بتشوف. ما ينفعش اصل تشويس، اصل في ناس عندها فكره، معلش يا جريد 3، في ناس فيكم عندها فكره ان التشويس ده اسهل حاجه. لا بالعكس، ده التشويس ده اصعب حاجه. ليه؟ انت لازم تبقى مذاكر وتبقى عارف مين اللي بتحسنك عشان تختار، مش تختار وانت ما انتش فاهم. فيعني في ناس بتفتكرني ان التشويس ده يعني حاجه سهله، هي حاجه سهله بس ايه، برضو عايزه ان انت تو ثينك، يو ماست تو ثينك. يعني ايه؟ تفكر، يجب ان انت تفكر، ما ينفعش ان انت تحل وانت ما انتش فاهم. مفيش حد بيحل وهو ما هوش فاهم، لازم نحل واحنا فاهمين. يعني انا اقول لك ايه؟ سبيس ما ينفع اقول هو رونج، ما ينفعش اقول هو، ينفع اقول وير؟ لا. وبعدين انا دلوقتي اللسون بتاعي اسمه ايه؟ وات از ذا ماتر. انا لو افتكرت اللسون هعرف اجيب الكلمه ليه، وات از ذا ماتر. طب اي براش هنا ايه؟ ماي تيث. انا ايه؟ انا بغسل ايه؟ اسناني. براش على فكره تيجي مع تيث وتيجي برضه كمان مع ايه؟ مع هير، عشان بس تبقوا عارفين برضه مع هير. يعني ايه؟ يعني بتيجي مع ان انا ايه؟ ان انا امشط، ان انا اغسل اسناني، وان انا برضه ايه؟ امشط شعر. براش ماي هير، الاثنين دول بيجي معاهم براش. اوكي؟ اي هاف تو ايه؟ تنفع اقول فود دي سنجلر. طب ينفع سنجلر يجي مع تو؟ لا رونج. طيب هنا عندي نوز، ينفع اقول اي هاف تو نوز؟ في حد عنده تو نوزز؟ رونج. طب عنده في ايه؟ في قدمين. طيب اي جو تو ذا دكتور وين اي ايه؟ وين اي ايه؟ وين اي ايل ولا وين ولا وين ولا هيلثي؟ يعني هل انا وانا هيلثي هروح للدكتور؟ رونج. طيب هل انا وانا ويل هروح للدكتور؟ رونج. ام ايه؟ وين ام ايه؟ ايل او في زي كلمه ممكن تجي لكم برضه في الامتحان شبيهه بيها، كلمه ام ايه؟ سيك. سيك اللي هي ايه؟ مريض. هي انا بكتب لكم برضه الكلمات اللي ممكن تجي لكم في الامتحان. ووش يور ايه؟ طبعا هنا ينفع اقول ووش يور ماوث، امسح بقك؟ لا رونج. طيب تيس، طب تيس احنا خدناه لسه واخدينها فوق ده معاه ايه؟ براش. ينفع هنا احط ووش وتيس معاه؟ رونج برضه، ما ينفعش. وش ايه ماي ايه؟ هاندز. يبقى على فكره كلمه وش، خد بالك بقى، وش يجي بقى معاها ايه؟ هنكتب كده جنب برضه الايه؟ عشان نفتكرها مع بعض. وش بيجي معاها مع حاجتين، مع فيس، تيجي مع فيس، تيجي مع ايه؟ بتيجي مع فيس، وبتيجي مع ايه كمان؟ وبتيجي مع هاندز الايه؟ اليدين، لان هم دايما يقول لك ايه؟ اغسل ايدك واغسل ايه؟ وجهك. هاندز اند ايه؟ عشان بس الكلمه تبقى واضحه. هي بتيجي ايه؟ مع هاندز، وبتيجي مع ايه؟ فيس. اوكي؟ ووش تيجي مع هاندز ومع ايه؟ ريبيت افتر مي. ووش مع ايه؟ هاندز وفيس. وبرش مع ايه؟ مع هير اند اي تيز. ريبيت افتر مي، انا هحفظهم لكم كده ماست تو كيب. وين اي ساي اي برش، اي ساي برش ايه؟ ماي هير اند ماي تيز. اي برش ماي هير اند برش my ear, my I brush my hair and brush my teeth. اقول مثلا ايه؟ I brush my hair, I brush my teeth. I wash my face, I wash my ear, hand. I wash face and hand. I brush my hair, I brush my teeth and I brush hair. يبقى brush تيجي مع two, teeth and hair. Wash تيجي مع face and hand. خلاص ادي كده احنا ايه؟ حفظنا اظن الايه الكلام ده. خلاص؟ You must keep يعني انتوا يجب ان تكونوا ايه؟ ستوم. يعني ما فيش حد فيكم يجي مثلا كده بنحل مع بعض ويجي يروح حاطط لي ايه؟ يقول لي ايه؟ يقول لي ووش مع ايه؟ مع تي. هتبقى رونج على فكره، اللي هيعمل كده هياخد زيرو على طول. بس عشان بس ما ايه؟ ما حدش يزعل مننا لما نقول الكلام ده. خلاص؟ هنا عندك كلمة هوسبيتال، يبقى هنا ايه؟ بي، وهنا ايه؟ ال. هيب اك اللي هي صداع. هنا عندنا ايه؟ هنا عندنا ايه؟ هارت اي ار تي اللي هو القلب. نوز او اس اي ميديسن الدواء دي اي اي سي ان اي. سيك اللي هي اللي هي اس اس سي كي. هنا ايه؟ طبعا انا مديك سنتنسز ايه؟
وهتكون ايه، هنحط انا كام سنتنس والايه بالوردز اللي قدامنا دي. هارتس هنقول مثلا ماي ليج ماي ليج هارتس، يعني انا ايه اصبت في رجلي. وعلى فكره وانت بتحل يا جريد يا جريد 3 لازم لما ناخد السنتنس ناخد سامبل سنتنس بحيث ان انت ما تبقاش مثلا ايه ما تبقاش ايه صعبه بحيث ان انت تغلط فيه. يعني هنا ايه هنا عندي ايه لاج ايه هيرت، يبقى اقول ايه ماي لاج هيرت ماي لاج ماي لاج قدم ماي لاج هيرت ماي لاج هيرت، يعني قدمي ايه مصابه. هقول مثلا ايه I have a cough I have cough I have a cough، اللي هو لدي ايه لدي كحة. I have a cough I have a cough. انا بكتب لكم كده كلمات بسيطة عشان تقدروا تحلوا. هنا ايه I wash my hands، سهلة خالص. I wash my hands I wash my hands. طبعا انت بتقول يا ميس انا بتجيب الكلام ده، احنا على فكرة من خلال الليسون كان في عندنا ايه هنا I wash ايه، طبعا احنا لسه قايلين دلوقتي وش بتيجي مع ايه؟ I wash my hands. قلنا وش بتيجي مع ايه؟ مع face ومع ايه؟ hands. وقلنا البراش تيجي مع ايه؟ مع hair ومع ايه؟ مع hair ومع teeth. I wash my hands. هنا ايه؟ I feel ill. I feel well. يعني انا اشعر ان انا ايه كويس. I feel well. I feel well. انا اشعر ان انا ايه؟ بصحة جيدة او ان انا ايه؟ كويس. I feel well. ايه؟ ادي كنت عرفتوا ايه حلهم ازاي؟ انت بقى حاولوا انت تكتبوا بقى الكلمات دي، تكتبوا انتوا سنتنس لوحدكم وتخلوها ايه زي ما احنا ايه فهمناها كده. طيب تاني كده اهوت بس عشان قبل ما ننهي الفيديو بس بتاع النهارده. يبقى احنا عندنا دلوقتي يا جريد 3. دلوقتي احنا قلنا ايه؟ قلنا لما نيجي نتكلم على اما اجي اقول لك براش، يبقى استخدمها براش بستخدمها مع ايه؟ اي براش ايه؟ اي براش ماي هير اي براش ماي تيث اي براش ماي هير اي براش ماي تيث. اما اجي اقول وش I wash my hands, I wash my face. I wash my hands, I wash my face. I repeat it again. I brush my hair, I brush my teeth. I wash my hands, I wash my face. I brush my hair, I brush my teeth. I wash my face, I wash my hands. كلمة wash يبقى احنا دلوقتي هنرجع اكتبهم لكم كده تاني على البورد تاني عشان نحرفهم مع بعض. يا ريت بس كده هنكتبهم برضو على البورد عشان بس نفتكر مع بعض الكلام ده. يبقى هنا كلمة ايه؟ يبقى انا عندي دلوقتي وش وش بتيجي مع ايه؟ وش هنا انا بكتب لكم على البورد برضه عشان تبقوا عارفين معايا. وش بتيجي مع ايه؟ مع فيس ومع ايه؟ هاندز. ايه مع فيس ومع هاندز خلاص. يبقى اي وش ماي فيس اي وش ماي هاندز. طب براش، طب براش بتيجي مع مين يا جريد 3؟ لسه قايلين براش بتيجي مع ايه؟ تيجي مع فيس وتيجي مع هير، تيجي مع تيس وتيجي مع ايه هير. يبقى قولهم تاني I wash my I wash my face I wash my hand I brush my teeth I brush my hair. ايه خلاص ادي كده احنا ايه المفروض ان احنا حفظناهم، يعني المفروض حتى لو جات لك في الاكزام المفروض ما نخبطش بقى فيها خلاص. تعالوا بقى نتكلم مع بعض كده كمل. جينا بقى للسؤال مهم جدا برضه، سؤال البانكليت اللي احنا دايما نعمله برضه يا جريد 3. انا برضه هعمله لكم برضه عشان ايه نفهمه برضه واحنا ايه بنحل. ايه احنا مش احنا حليناه مره، حليته لكم انا فوق على فكره لو تفتكروا معايا. احنا هنا برضه كلمه المهم جاي لكم نفس الكلمه اللي احنا شرحناها فوق هاو. طبعا هاو جايه في الاول سنتس، الاول سنتس تبقى كابيتال لاتر اتش. طب وفي هنا ايه ناقص؟ في هنا كوتشو مارك ناقصه. طيب هنا درينك سنتنس السنتنس بدا ايه بسمول لتر، السمول لتر ده يبقى المفروض ما تبقى ايه كابيتال لتر اند ماست بوت ات ذا اند اوف ذا سنتنس فول ستوب. اوكي خلاص احنا كده عرفنا ايه نحل ازاي. احنا دلوقتي كلمه يبقى انت سؤال في السؤال بانكويت انت لازم تعلم انت تعلم على الحاجات اللي احنا وصلنا، يعني نعلم على الاتش، هنا هنعلم على الدي. طبعا هنا كان ناقص ايه كوتش مارك وهنا كان ناقص ايه فول ستوب. اوكي طبعا انت وانت بتحل لو حملتها كده اهوت مش عمرك ما هتغلط. ايه today I finished unit 3 next class unit sorry no unit 2 next class I will start unit 3 thanks a lot until you meet again.